كل زبون في بنك البحرين الإسلامي يعمل في الخطوط الأمامية في هذه الطواقم الطبية في البحرين. السنة هذه بإذن الله عيديتكم علينا. السلام عليكم. مشكورين على كل الجهود اللي تبذلونها في خدمة هالوطن. دكتورة طبعاً حبينا احنا نشكرك وايد. احنا ما سوينا غير الواجب، يعني هاي واجب وطني. قسمنا قسم شرف أمام الله سبحانه وتعالى بأن نكون نضحي بأنفسنا من أجل الحفاظ على أرواح الناس، وهذا أقل ما نقدمه، هذا واجب.